بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى ورش العمل. أهلا بكم يا شباب، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم ويرضى عنكم. في وسط ما أنا مشغول بحملة إنترنت بلا فتنة، في وسط زحمة اللقاءات والإنترفيوهات كان ممكن نقول إيه، أنا مش فاضي علشان مش قادر أسجل لورش العمل، أصل مزنوقين وعندنا حملة لكن إيه اللي باقي وإيه اللي مستمر؟ ورش العمل. فلقينا لازم إن إحنا نسجل ليكم الكلمة دي. عمر ما حيوقفنا انشغالاتنا في أي حاجة عن ورش العمل، لأن انتوا حاجة كبيرة قوي وحاجة مهمة قوي. ولعلكم لاحظتوا أن أنا في كل الانترفيوهات اللي فاتت، سواء في الجرائد أو في التلفزيونات، بذكر ورش العمل بصورة أو بأخرى. ساعات أذكر القراءة حياة، ساعات أذكر اللايف كوتشنج، ساعات أذكر على خطى الحبيب. فأنتوا مهمين قوي وغاليين قوي. بدأت بالبداية دي عشان أوريكم قد إيه العمل اللي انتوا بتقوموا بيه ده غالي قوي ومهم قوي. حقيقة انا عندي ثلاث اشياء عايز اركز عليهم في بداية كلمتي ليكو النهاردة. الحاجة الاولانية ان هيصدر حاجة اسمها نيوزليتر. نيوزليتر ده زي خطاب هنرسله لكل 3 مليون اللي موجودين عندنا. موجودين عندنا فين 3 مليون دول؟ عندنا 900,000 عندنا الايميلات بتاعتهم اللي هم اعضاء منتدى عمري خالد .net، وعندنا 2 مليون وشوية دول اعضاء صفحة عمري خالد بيج على الفيسبوك. نيوزليتر هيطلع لهم كل شهر يوم 20 من كل شهر. هيكون في ايه النيوزليتر دون؟ هيكون في منتجات ورش العمل، علشان تحسوا ان الشغل اللي انتوا بتعملوه فورا بيشوفوا 3 مليون، وتحسوا ان انتوا انجازكم ما بيترميش، حتى الى ان يتحول الى مواقع زي خطى الحبيب، لغايه ما تحول الى موقع على خطى الحبيب، او حتى هيتحول الى برامج على الشاشة زي اللايف كوتشنج وتحولها الى برنامج تلفزيوني، او حتى زي القراءه حياه وان منتجاتكم تنتشر. الى ان يتحقق هذه الانجازات الكبيره، في انجاز تاني كبير ما يقلش عنهم، وهو النيوزليتر اللي هيتبعت بمنتجاتكم إلى كل أعضاء المنتدى وصفحة الفيسبوك. حاجة كبيرة الحقيقة، وحاجة تخليكم ما توقفوش شغل أبدا، لأن في 3 مليون هيقرأ المنتج بتاعك، لأن في 3 مليون هيستفيد من جهدك. يعني أنت هتثقف أو هتعلم أو هتساعد 3 مليون بني آدم في العالم العربي، بل في يمكن في العالم كله، يستفيدوا من جهدكم. أظن ده يخلي عندكم حافز دايما أن أنتوا هتشتغلوا ومش هتوقفوا شغل. الحقيقة النيوزليتر الأولاني اللي هيصدر يوم 20 مش هنبدأ نبعته فورا إلى 3 مليون، لكن هنبعته أولا للـ7000 اللي هو أنتوا، اللي هو عدد أعضاء الورش الـ7000 واحد، عشان ناخد رأيكم فيه، لأن ده هيبقى منتجكم. النيوزليتر الأولاني اللي هيتبعت لكم أولا هتبعتوا تعليقاتكم عليه وتقولوا إحنا موافقين عليه، لأ ده في تعديل كذا، لأ يا ريت تاخدوا بالكم من كذا، علشان بناء عليه هيبدأ على طول من 20 الشهر اللي بعده، يعني 20 يناير الأول هيتبعت للـ7000 فقط، ناخد رأيكم فيه. 20 اللي بعده بعد أرائكم وبعد شكله، وتدوا كل اللي انتوا عايزينه لأن ده بتاعكم، هيبدأ خلاص ما نرجع لكوش بقى تاني نوريه لكم، إنما هيتبعت كل شهر أوتوماتيك بالمنتجات الجديدة اللي طلع من ورش العمل. ولذلك فالنيوزليتر الأولاني هيكون مشتمل على إيه؟ هيكون مشتمل على ورشة على خطى الحبيب. هتشارك في النيوزليتر بكتاب النبي وتربية الأطفال، فاكرينه الكتاب اللي احنا شفناه وجهز دون، أول منتج هيتبعت من ورشة على خطى الحبيب هيبقى في النيوزليتر. كذلك من ورشة القراءة حياة هيبقى فيه 3 كتب ملخصة موجودة جوه النيوزليتر. ورشة مراسلون هيبقى فيه تقرير مجمع عن أعمال مراسلون جوه النيوزليتر. ورشة لايف كوتشنج هيبقى فيه تقرير عن التنمية البشرية موجود جوه اللايف كوتشنج. ورشة البيئة، أسباب مشاكل البيئة وأفكار لعلاجها اللي طلع من الورشة، كل ده هيبقى النيوزليتر الأولاني. نيوزليتر وهيترقم إن ده رقم 1، لكن زي ما بقول لكم مش هيتبعت للناس على طول، هيجيلكم فورا يوم 20 الشهر ده، يعني بعد 5 أيام من النهاردة هيجيلكم على الموقع على الإيميلات بتاعتكم أنتوا الـ7000، وفقا لتعديلاتكم هيتم تجميعها وتعديلها، عشان 20 من كل شهر هيتبعت للـ3 مليون. أظن ده خبر حلو، وأظن فكرة كويسة، وأظن كده تحسوا أن إنتاجكم شهر بشهر بيظهر للنور وملايين بيستفيدوا منه. فاللهم لك الحمد اللي وفقنا للفكرة دي، وجزاهم الله خيرا القائمين على ورش العمل اللي فكروا في الفكرة دي، وإنتوا اللي لكم كل الشكر كل الشكر. ده خبر أولاني حبيت أقوله لكم. خبر تاني، بعد النجاح الكبير اللي حققته فكرة القراءة حياة، لما راحوا وعملوا
حفل جميل في ساقية الصاوي، جمعوا فيه رموز للعلماء ورموز للمفكرين، وحضر بعض رموز الثقافة ورموز الفن، وكان على المنصة الدكتور نبيل إبراهيم أحد كبار الكتاب والمثقفين في مصر. وبعد هذا النجاح اللي حققته بدأت تطلع فكرة جميلة، هو ليه ما نكررش فكرة حفلات ورش العمل اللي بتقيمها بمناسبة منتجاتها جوه مصر وبره مصر وهنا؟ فنشأت فكرتين هيتم تطبيقهم قريبا. بعد ما طبقنا الحقيقة ورش العمل عمالة تنضج نضج عجيب، وبقيت بلاقي نفسي غصب عني وانا في انترفيو مهم زي العشرة مساء او زي امبارح مع كابتن شوبير في الانترفيو بتاعه، بتكلم على ورش العمل على انها بتعمل حاجة غير عادية، وعلى انها دليل امل للمستقبل ونجاح. فالحقيقة من النجاحات الرائعة اللي حصل في ساقية الصاوي بشكركم كل الشكر. فهنعمل الفكرة ازاي؟ هنعمل الفكرة ان في نشاطين هيتموا او حفلتين هيتموا خلال هذا الشهر. حفلة هتتم في سوريا لورشة القراءة حياة، نفس اللي عملوه في ساقية الصاوي هيكرروه في سوريا، وحفلة تانية هتتم في مصر، لكن مش لورشة القراءة حياة، ولكن لورشة على خطى الحبيب. هينفذوا حفلة بمناسبة مولد النبي في 17 فبراير، وهتكون حاجة جديدة ما اتعملتش قبل كده، ومدعو ليها، ودي شيء جميل جدا وجديد قوي. هترسل بطاقات دعوة لكل أعضاء الورش عشان يكونوا أول ناس موجودين هناك، اللي موجود منهم في مصر طبعا. هنقول لهم تعالوا أنتوا مدعوين سواء في ورشة على خطى الحبيب أو الورش الأخرى، فضوا نفسكم بقى يوم 17 فبراير بالليل في حفلة فيها فكرة ذكية عملية جدا جديدة بتعملها ورشة عمل على خطى الحبيب. فيبقى ورشة عمل ورشة عمل القراءة حياة عملت حفلة في ساقية الصاوي بمناسبة القراءة حياة ومئوية نجيب محفوظ، في حفلة تانية هتتم للقراءة حياة في سوريا، وفي حفلة تانية تالتة هتتم الخطى الحبيب لورشة على خطى الحبيب 17 فبراير في مصر أيضا. حاجة جميلة جدا ان ورش العمل كده بيطلع منها حاجتين، نيوزليتر شهري، وتقريبا كل شهر تقريبا بيطلع منها حفلة تعرض منجزاتها. شفتوا النضج اللي وصلت اليه ورش العمل؟ فشدوا حيلكم بالله عليكم يا شباب، واجمدوا وخدوا نية. ولذلك استكمالا لهذه المنجزات الجميلة، احنا اتفقنا معاكم ان هيبقى في شهادة تقدير بتصدر كل شهر للمتميزين في ورش العمل. فأذنوا لي ان انا اقول اسماء المتميزين هذا الشهر من كل ورشة، واللي هتوصل لهم مني شهادة التقدير دي. شهادة التقدير دي هتوصل لثلاثة من كل ورشة كل شهر. هنختار ثلاث أسامي من كل ورشة. مين الثلاث أسامي دول؟ يا إما الأكثر إنجازا، يعني شاركوا عدد مرات مشاركة بالعدد كتيرة، أو الأقوى تأثيرا. فيا إما لك كلمة غير عادية في ورش العمل، يا إما عدد مشاركاتك كتير. حتى لو بقول صباح الخير وصباح النور يا أخي، حتى لو بتخلي الروح حلوة هنعتبرها عدد مشاركات كتيرة، إن أنت بتدفي البيت أو بتعمل روح حلوة في البيت لأن عدد مشاركاتك كتير. فكأن التلاتة، اتنين منهم هيبقوا أصحاب المشاركات الكتيرة، وواحد منهم بناء على طلب بعضكم هم اللي قالوا لي ورجعوني قالوا لي طب افرض ما بشاركش كتير لكن مشاركاتي مؤثرة جدا. فكل ورشة هنختار منها تلاتة وهيتبعت لهم دي، هبقى أنا وهبقى كاتب كلمة شكر بخط ايدي موجودة هنا. فمش بس هتتبعت لك كده مطبوعة، لا ده انا هبقى ماضي بخط ايدي وبعتها لك، بقول لك فيها وبدعي لك فيها وبشكرك فيها. دي اقل حاجة نقدمها لكم، لان انتوا الفكرة نضجت وحلوت. صحيح 7000 انا زعلان من بعضهم ان هم بيشاركوش كتير، لكن في نفس الوقت لازم نشكرهم كلهم ونشكر المتميزين وندعي لهم كلهم. خليني اقول اسامي الناس اللي فازوا باول واحده. مين اسامي الناس؟ ورشه على خطى الحبيب، الثلاثه اللي هتتبعت لهم شهاده التقدير، نوره وابو رعد زامو وام يحيى. نوره وابو رعد زامو وام يحيى، ورشه على خطى الحبيب. ورشه حمايه البيئه، بيوتي لايف وهابي كرييتيف وابو هريره. ورشه حمايه البيئه، بيوتي لايف وهابي كرييتيف وابو هريره. ورشه لايف كوتشنج، فتحي 1778 وعمرو النجار وموفق الشيخان.
ورشة لايف كوتشنج. طبعا الناس اللي بقول أسميها دي هتنزل أسميها على الورشة، لو سمحتوا تبعتوا العنوان البريدي بتاعكم عشان توصلكوا ديا لغاية بيوتكم تكون موجودة عندكم وتوصل ليكم. تاني ورشة لايف كوتشنج فتحي 1778 عمرو النجار موفق الشيخان. ورشة القراءة حياة وليد ويلز ويلز وشندي والمجد لحن، وليد ويلز ويلز وكمان وشندي او شندي والمجد لحن. ورشة مراسلين ابتسام 64 ومحبة للدعوة ووردة بلدي. ابتسام 64 ومحبة للدعوة ووردة بلدي. الأسامي اللي أنا قلت أسميها دي دلوقتي لو ما سمعوش الفيديو حيلاقي أساميهم موجودة، ولو سمحت تبعتوا لينا العنوان أو تدوا لرئيس الورشة العنوان البريدي بتاعكم عشان نبعت لكم الشهادات على بيوتكم أينما كنتم في أي مكان في العالم، ممضية ومختومة مني. لازم نشكركم ودي أقل حاجة. يبقى أنا قلت إيه لغاية دلوقتي؟ قلت منجزاتكم هتتابع بثلاث حاجات. أول حاجة هينزل نيوزليتر هنبعته لكم بس الأول الشهر ده أنتوا تراجعوه. تاني حاجة قلت لكم هنعمل حفلات كل شهر لمنجزاتكم. تالت حاجة هنكرم كل شهر ثلاثة من كل ورشة، وديا أسامي الناس اللي قلناها. يبقى حاجة أيضا هنديها لكم، أنا عمال دلوقتي خلي بالكم يعني رابع حاجة هنديها لكم، كل دي تحفيزات يلا يعني اشتغلوا. الحاجة الرابعة اللي هنديها لكم الدعاء. ليه؟ أنا عارف أن أنتوا في موسم امتحانات، وعارف أن أنتوا وصحيح طالبين منكم تشتغلوا على قد ما تقدروا، بس تشاركوا يعني إيه ولو بشكل بسيط عشان تفضلوا مطمئنين أن أنتوا جوه الورشة. لذلك أنا في ختام كلمتي دي هدعي لكم دعاء شديد أن ربنا يفتح عليكم ويبارك لكم ويرضى عنكم. عايز بس قبل ما أختم أقول أخبار سريعة خاصة بكل ورشة، أقول خلصوا إيه وإيه الجديد اللي هيعملوه. فأستأذنكم أن أنا أقول ورشة ورشة وأقول إيه اللي خلص وأقول إيه الجديد اللي هيتم. ورشة لايف كوتشنج خلصوا إيه؟ عندي خبر حلو أقوله لهم. البرنامج اللي هيعد بناء على اللي انتوا عملتوه في الدراسة بتاعت اللايف كوتشنج هصوره الأسبوع اللي بعد الجاي، يعني كمان أسبوعين يبدأ تصوير. اسمه لسه مش اسمه الأخير يعني، بس ما يتعلق بالقرار الصحيح في ضوء الأفكار اللي انتوا طلعتوها في اللايف كوتشنج. شفتوا منجزاتكم بتتحول لواقع بسرعة ازاي؟ طيب ايه الجديد في ورشة اللايف كوتشنج؟ محتاج منكم حاجة مهمة قوي قوي قوي، أرجوكوا يا جماعة. أنا ابتديت بورشة اللايف كوتشنج لأنها أكتر ورشة أنا محتاج لها أنا شخصياً. احنا عاملين مبادرة اسمها انترنت بلا فتنة، زي ما انتوا عارفين انترنت بلا فتنة. بنجهز الآن قائمة مش بالألفاظ، بالأفكار التي تؤدي للتحريض على الفتنة. يعني مثلا لا تصدر إشاعة أو لا تنقل أي إشاعة بدون مصدر موثق. ده مثل لإزاي يتم التحريض على الفتنة، إشاعات بلا مصدر موثق. أنا طالب منكم إيه؟ أنا عايز 15 نقطة نختار منها 10 تقعد ورشة اللايف كوتشنج في ضوء إن أنتوا من أهم الورش اللي شغلتها الحالة النفسية للناس بتكون إيه؟ الناس بتفكر إزاي؟ لذلك أنا طالب منكم قبل يوم السبت الجاي، لأن السبت الجاي لازم نعلن القائمة. القائمة يكون فيها 10 نقط هو دوا نقاط بتمثل أفكار، مش ألفاظ، مش لو قلت كذا تبقى محرض على الفتنة، أفكار تحرض على الفتنة. أنا برجو كل ورشة اللايف كوتشنج سواء المقيمين منهم في مصر أو المقيمين منهم خارج مصر تحت إشراف أخونا أحمد مصطفى، ممكن لو سمحت تساعدوني في حملة انترنت بلا فتنة؟ لأن السبت الجاي يعني بعد أسبوع من اليوم لازم تصدر قائمة فيها 10 نقاط، مش لألفاظ، لأفكار. زي إيه؟ لا تنقل إشاعة مثلا، أو مثلا لا للشتائم، مش هنقول اسم شتيمة، لكن لا للشتائم والسباب مع ما أن تختلف معه. يعني أنا طلعت لك نقطتين أهو، ممكن تطلعوا لي 15 نقطة أختار منها 10 تمثل تحريض على الفتنة سواء بين المسلمين والمسيحيين أو في الكورة أو أي حاجة زي اللي حصل في مصر. تطلعوا لي 10 أفكار تؤدي إلى التحريض على الفتنة عشان نعمل ميثاق شرف بنقول لا لاستخدام هذه الوسائل. مطلوب منكم ايه في اللايف كوتشنج؟ حاجتين، تطلعوا لي 15 نقطة تتفقوا عليها وتبعتوها لي بحد اقصى الجمعة الجاية عن طريق اخونا احمد مصطفى. ارجوكم اشتغلوا في الحكاية دي، انا محتاج لها جدا.
الحاجة التانية تحطولي أفكار إزاي نفعل الميثاق الشرف ده أو قائمة التحريض دي، إزاي نفعلها أن كل الناس على النت تعرفها وتتوقف عن استخدام العشر نقط دي، لأن كلها لقات لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا احذر كذا احذر كذا، كلها هتبقى كذا. مطلوب منكم حاجتين يا ورشة اللايف كوتشنج، ده مهمة الأسبوعين الجايين. أنا دايما كنت بسيب أخونا أحمد مصطفى وأقول له أنت طبعا صاحب الخبرة وأنت تشوف إيه الحاجات النفسية أو إيه الحاجات اللي نتعامل بيها في اللايف كوتشنج، لكن الحقيقة المرة دي أنا اللي محتاجكم، وأنا اللي طلبت من أخونا أحمد مصطفى أرجوك يا أحمد ساعدني في الحكاية دي، وأنا برجوكوا دلوقتي تبدأ الورشة تتجمع فورا. أنا محتاج 10 نقاط تعملوا لي 15 أخطار منها 10، إيه هي القائمة الممنوعات في الأفكار أو الأفعال اللي مفروض لا توجد على الإنترنت علشان نوقف التحريض على الفتنة زي الإشاعات والشتائم، فكروا لي في 15 نقطة. الحاجة التانية حطوا لي خطة إزاي نفعلها، بس المهم تسلموني القائمة قبل السبت، وبعدين على الأسبوع الجاي تحطوا لي خطة إزاي نفعل ال 15 دول، أفكار تسويقية أفكار ذكية إزاي تنتشر القائمة دي. أرجوكم أرجوكم يا ورشة اللايف كوتشنج، أنا محتاجكم جدا المرة دي. الورشة الثانية ورشة مراسلون، مراسلون القاهرة ما شاء الله عملوا غطوا ندوة القراءة حياة اللي اتعملت في ساقية الصاوي وكان شيء رائع جدا، كذلك مراسلون سوريا والسعودية والمنصورة ودمياط عملوا فرق جديدة، لكن أحلى حاجة عملها مراسلون مش هتصدقوا. مراسلون بتنزل كل أسبوع على عمرو خالد دوت نت على الصفحة الرئيسية ما يقرب من 90 خبر أسبوعيا، منهم أخبار هم نقلينها من مصادر أخرى لكن الجديد والرائع، ومنها أخبار هم اللي مطلعينها بنفسهم، هم اللي صوروها هم اللي كتبوها، حاجة رائعة قوي. أنا بشكرك يا رامي زي ما شكرت أحمد مصطفى على أن البرنامج هيطلع بسبب ورشته، بشكرك يا رامي على مراسلون وعلى الشغل الجميل اللي معمول فيها. كذلك تم تدريب فرق على كيفية كتابة الأخبار وكيفية المراجعة اللغوية، ودي ناس من سوريا اللي بتعمل الحكاية دي. يعني الحقيقة السوريين ما شاء الله شغالين في الورش بشكل راقي ورائع قوي، أنا بشكرهم قوي، وكذلك أهل السعودية ما كنتش متخيل الجمال اللي هم شغالين بيه. طيب ده مراسلون 90 خبر كل أسبوع بيطلع من مراسلون، منها أخبار جايبينها ومنها أخبار هم اللي مطلعينها، شيء رائع. الجديد في مراسلون هيعملوا إيه؟ الجديد في مراسلون ألبوم صور 2010، الأحداث 2010 هيصدر، لكن الجديد والأهم واللي أنا بطلقه الآن خاص بورشة مراسلون، هتنشأ جزء من الورشة هتعملها نور 09 من فلسطين، نور غالية عليا قوي وشطرة قوي وجدعة قوي، هننشئ ورشة داخل مراسلون. اسمها ايه الورشة دي؟ بعلن الآن اطلاق بدايتها. الورشة هتكون اسمها دليل السياحة العربي، كل ما له علاقة بالسياحة في الدول العربية سيبدأ ورشة. أنا متهيألي إن الورشة دي هيبقى عددها كبير قوي، عليك شغل كبير قوي يا نور. دليل السياحة العربي، بحيث إن الدليل دون ينشر ويستفاد منه وننشره بعد كده كتاب وننزله في كل مكان، السياحة العربية الراقية والمحترمة. هتقولي طب ما هناك أكيد دليل السياحة، بس خالط وفي حاجات كتيرة ملخبطة وفي أنا لا أقصد السياحة الإسلامية، لا 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 لا، ولا أقصد السياحة الدينية، لا 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 لا، أنا أقصد كل أنواع السياحة بالشكل اللي يعلي صورة بلدنا وفي نفس الوقت راقية ومحترمة. نور 09 عندك شغل كبير قوي، بسم الله توكلنا على الله، أنشأنا ورشة جوه مراسلون اسمها ورشة السياحة العربية. الموقع الثالث أو الورشة الثالثة على خطى الحبيب، زي ما أنتوا عارفين هم خلصوا كتاب النبي وتربية الأرض أطفال، وزي ما قلنا هيرسل في النيوز لتر، خلصوا أخلاق الرسول، جمعوا 1429 يعني خلق، وهي دي خلصة جاهزة أنها تنزل على موقع على خطى الحبيب لما يخلص، أو جاهزة أنها تتبعت للنيوز لتر في المرات التالية. عملوا بازل بأخلاق الرسول للأطفال والناس إزاي تجمع البازل، والفائز كان هدى عبد الرازق من العراق، اسمها هدى إكسبرت. هدى رائع ومبروك، وحتجيلك هدية لغاية عندك، ابعتي عنوانك يا هدى عشان يرسلوا لك الهدية. الجديد في على خطى الحبيب ان هم هيبدأوا تحويل البازل بتاعت الاطفال ازاي انها تتباع، يعني يعملوا دراسة جدوى للشكل الاقتصادي تباعها، رائع 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 رائع. وعندهم حاجة تانية على خطى الحبيب، هيحولوا سيرة النبي يعملوها بفكرة الشجرة المايل مابينج، وازاي ان الشجرة هنا يبقى الحدث ده
عارفين زي شجرة الأنبياء يعملوا شجرة السيرة، ولذلك بيبدأوا من الأسبوع ده دورة تدريبية لتجهيز هذه الشجرة على إيد واحدة متخصصة بشكرها جدا الأستاذة إيمان رفعت. فالحقيقة كذلك بيجهزوا حاجة اسمها الرسول القائد، رائع رائع رائع، ورشة على خطى الحبيب، وشغلكم جميل، يا بختكم تقابلوا النبي يوم القيامة يقول لكم أنا فرحان بشغلكم. الورشة اللي قبل الأخيرة القراءة حياة، مبروك تمت ساقية الصاوي الحفلة، وهي موجودة على الإنترنت، نزلت كليبات، نزلوها كليبات متفرقة على الإنترنت فيها اللي تم في الحفلة، فشيء رائع موجود، ادخلوا على عمري خالد دوت نت تلاقوها. عملوا أغنيتين للورشة، بشكرهم جدا جدا. الجديد عندهم بيعدوا الندوة في سوريا زي ما قلتكم، وبيناقشوا كتاب إنترنت بلا فتنة، بيناقشوا الكتب اللي لها علاقة بالحملة بتاعتنا. برجوكم يا هيثم ويا محمد، أنا محتاج لملخصات الكتب اللي بتتكلم على إنترنت بلا فتنة. لو هتخلصوا الشغل ده خلال الأسبوعين الجايين أرجوكم ادونا بيه عشان ننزله على المواقع الشركاء السبعة، مصراوي واليوم السابع و فتبقوا ساهمتوا كلكم بحاجة كبيرة في إنترنت بلا فتنة. الورشة الأخيرة ورشة البيئة، ورشة البيئة خلصوا دراسة أسباب مشاكل النظافة العامة، وبيجهزوا الحاجة، عندهم حاجة جديدة رائعة. أول حاجة بيجهزوا شعار الحملة لأن هم هيتحولوا إلى حملة. الحاجة التانية بيدرسوا دراسة الحملات البيئية السابقة، ما لها وما عليها، وفشلت ليه ونجحت ليه، عشان نستفيد لما نيجي نعمل الحملة. أنا أتوقع أن حملتي الجاية بعد حملة إنترنت بلا فتنة هتكون حملة عن البيئة من إنتاج الورشة دي. شوفوا إنترنت بلا فتنة بنتكلم عليه في كل مكان إزاي، حملتكم أتوقع إن شاء الله تكون الجاية، وياريت بين قوسين كده أتمنى يكون لها علاقة بالمخلفات، لأنها حاجة عملية قوي، لأن البيئة كلام كتير قوي. دي وجهة نظر لكن أنتوا أحرار. أنا بشكر قوي أختنا نادية على المجهود الرائع اللي عملته والشغل الكويس اللي قدمته في الفترة السابقة. المرحلة القادمة هنستعين بناس أخرى غير نادية من جوه الورشة أيضا يفعلوا العمل. هيكون قائد الورشة في الفترة الجاية تي واي لوف، وحيساعدها أريج من السعودية. في انتظار بقى، هما الأسبوع الجاي هيقعدوا يتفقوا مع بعض على التصورات، عندهم شغل كتير. أرجوكوا تتعاونوا مع تي واي لايف لوف، مسؤولة الورشة وأريج مساعدتها، وشدوا حيلكوا بقى يا ورشة البيئة، لأن العمل الجاي الحملة الجاية هتكون بتاعتكوا. أنا خلصت كده، أنا في الآخر ببشركوا تاني، شغلكوا حلو قوي، الله يبارك لكم ويسعدكم ويرضى عنكم. في نفس الوقت بقول لكم منجزاتكم هتطلع، النيوزليتر هيبدأ يجي لكم اليوم 20 عشان تقيموه، عشان يبدأ بعد كده يتبعت للثلاثة مليون. الحفلات بتاعتكم بدأت تنطلق وتظهر على أرض الواقع، زي حفلة القراءة حياة وغيرها في سوريا، وحفلة على خطى الحبيب اللي جاية. بدأنا نبعت لكم شهادات التقدير، فاضل إن أنا أدعي لكم في موسم الامتحانات وفي وسط الجهد اللي انتوا بتعملوه، يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اللهم ارضى عن شباب ورش العمل، اللهم ارضى عنهم كلهم، اللهم بارك لهم كلهم، اللهم يا رب من كان منهم يمتحن هذه الأيام فببركة عمله في ورش العمل افتح عليه فتحا عظيما، وبارك له بركة عظيمة، اغفر لهم وارضى عنهم وسامحهم، اللهم اغفر ذنوبهم بما يفعلوه في ورش العمل، اللهم يا رب اجمعهم مع النبي في الفردوس الأعلى ببركة ما يفعلونه لك يا لرسول الله يا رب العالمين. بارك في ورشة عمل على خطى الحبيب وكل أعضائها، بارك في ورشة مراسلون ولايف كوتشنج والبيئة والقراءة حياة بكل أعضائها، ارضى عنهم كل من سجل معهم، بارك له وارضى عنه واغفر له وسامحه ونجحهم في الامتحانات، نجحهم افتح عليهم فتحا عظيما، بارك لهم في وقتهم وفي حياتهم وفي رزقهم ببركة ما يفعلونه معنا، يا رب استجب وارضى عنهم واغفر لهم. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.